مستمرين معكم نوفمبر 2011 بيبر 2 بيبر الكور الخاصة بير 9. وسؤال هنا يا جماعة عن الساوند، بيكلمني عن ويل عجلة. العجلة دي يا جماعة فيها 150 سن، لو عدينا دول كده هنلاقيهم 150 سن. العجلة دي يا جماعة لما بتلف السنون دي بتخبط في الكارد ده فبتبدأ تعمل صوت. ده معناه ان العجلة دي لو لفت لفة واحدة ففي 150 سن هيخبط يا جماعة في الكارد في الثانية الواحدة، تمام؟ طب لو لفت لفتين يبقى دي لفة واحدة، لو لفت لفتين يبقى في 300 سن هيخبط في الكارد. طب لو لفت 3 لفات 450 سن هيخبط في الكارد، ده لو 3 لفات. هو بيقول لي ان الويل دي بتلف 3 لفات في الثانية الواحدة. طيب يا جماعة 3 لفات معناها 450 سن، 450 تيف هيخبط في الكارد في الثانية الواحدة. ده معناه ان الساوند اللي هيطلع يا جماعة 450 هرتز، لانه 450 تيف in 1 second، تمام؟ دي إجابة هذا السؤال. السؤال اللي بعده يا جماعة ده سؤال نظري خالص خالص خالص، لازم حضرتك تكون عارفه، وهو الرينج اللي وداني بتسمعه. نظريا يا جماعة وداني بتسمع فريكوانسيز من 20 لـ 20,000 هرتز. فلو قسمناها رينجات يا جماعة، فيما قبل العشرين هرتز وما بعد العشرين ألف، ما بين العشرين هرتز والعشرين ألف هرتز، ركز دي فريكوانسيز مش سبيدز، دي فريكوانسيز، تمام؟ ما قبل ال 20 هرتز اسمه انفراسونيك، ما بعد ال 20000 اسمه التراسونيك، ما بين ال 20 وال 20000 اسمه اوديبل رينج. الانفراسونيك ما بنسمعوش، الالتراسونيك ما بنسمعوش، الاوديبل رينج يا جماعه هو اللي بنسمعه. اذا يا جماعه ببساطه انا بسمع من 20 هرتز ل 20000 هرتز. بيقول لي سي ذا سبيد اوف روتيشن اوف ذا ويل از انكريست، زود سرعه الروتيشن اوف الويل. What happens if anything to the pitch؟ طب في حاجة لازم تكون عارفها يا جماعة، أدي الويلة هي يا جماعة. أولا ال pitch هو ال frequency، ال sound pitch هو ال frequency، وده اللي بيحدد إذا كان الصوت رفيع ولا تخين، تمام؟ طيب أنا عندي ويل 150 سن، تمام؟ 150 سن. إحنا قلنا في السؤال اللي فات لو تفتكروا إن هي بتلف 3 لفات في الثانية الواحدة. طب وقلنا الثلاث لفات دول يحتوي على 450 خبطة في الثانية. بيقول لي سرعها، زود السبيد اوف روتيشن، زود السبيد اوف روتيشن. سي مثلا خلينا نقول بدل ما كانت بتلف ثلاث لفات في الثانية بقت 5 لفات في الثانية. 5 لفات في الثانية يا جماعة يعني هتبقى مثلا 750 تيث بير سكند. ده معناه يا جماعة ان الفريكوانسي بتاعتها زادت، اذا الساوند بيتش الصوت هيكون ارفع يا جماعة، الصوت هيكون ارفع واحد، الساوند بيتش زادت لان الفريكوانسي يا جماعة زادت وعدد الخبطات زادت. سؤال جميل يا جماعة فيما يخص الساوند، وده المارك سكيم حبايبي بتاعنا. سؤال جميل، ارجو انك تكونوا استفدتوا منه كويس.